ايه العمل اللي انت عملتيه وندمان عليه؟ انا بكره الفيلم ده جدا، واحس انه جرم ان انا اشتغل في عمل ممكن يبقى فيه شويه ادانه لفنان كبير. جوازك الثاني كان صادم للناس لان هو انتهى بقضيه وجريمه ومحاوله اعتداء عليكي. هو ده اللي جنني. بس في ارسام بيقول لك ده كاريس ليه؟ ايه رايك في الصور؟ بس مش فرحانه بالشباب الجميل اللي طلعوا ووقفوا مره واحده مع بعض. يعني بدات اتفرج وكان دي حاجه تانية، دي بلد تانية، انا مش مصدقه ان ده في مصر. زعلت لحسني مبارك؟ انا هستفيد ايه؟ مين اتحط في السجن ولا ما اتحطش في السجن؟ انت فعلا طلبتي تزوري الرئيس السابق قبل في المستشفى؟ المحكمات. هل في زملاء ليكي بينافقوا الثوره؟ عايزين تطهير في الشعب كتير قوي. مكسره الدنيا بتصريحاتك النهارده. سميلي بقى القائمة السوداء بتاعتك. الحقيقة ما بحبش الناس. أخبار معايا الوزيرة إيه بقى؟ واحد من الناس مع عمرو الليثي تشاهدونه في الأوقات التالية.